ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبش. موضوع تعبير. افتحوا على الصفحة 89 يا ابني، اقرأي يا ليلى الموضوع المطلوب. موضوع لي عم مهاجر استاذ؟ بالضبط، موضوع تعبير لعم مهاجر أكتب إليه رسالة أحثه فيها على العودة والتحرر من آلام الغربة، وأعلمه فيها بالتطور الذي طرأ على الوطن بعد رحيله وزوال الأسباب التي دفعته إلى الهجرة. بلشوا كتابه. استاذ شو يعني أحثه؟ أحثه يعني بتقله أنه كل شي تمام والوضع عال العال يا بهيم، مشان يتحمس ويرجع. يعني اعمل له البحر طحينه ورش له انبز مشان يرجع، مو هيك استاذ؟ خلاص ولا اكتب من تمساكت، من متعلم الحكي ولا؟ من المسلسلات استاذ؟ لا بقى اتفرج على المسلسلات يا ديبو. ما بقدر استاذ، بحب المسلسلات، اتفرج لكان على المسلسلات التاريخيه فقط. حاضر استاذ. استاذ شو يعني تحرر؟ تحرر يا بنتي يعني ان نحارب العادات والتقاليد الباليه. شو يعني عادات وتقاليد بالية استاذ؟ يعني مثل ضرب الزوجات والأولاد يا فاطمة. استاذ شو يعني آلام الغربة؟ يعني انه عمك بيكون قاعد بالمهجر يا فراس وهو عم يتألم كل يوم لأنه حن إلى الوطن. استاذ شو يعني تطور؟ يعني مثل سويسرا فرد شكل. استاذ شو يعني زوال الأسباب التي دعته إلى الهجرة؟ يعني ما عاد في هم وغم ولعية قلب على الرايحة والجاي. عمي العزيز، بعد التحية والسلام نحثك على العودة إلى الوطن، فالوطن جميل وفي كل شارع وكل رصيف ستجد كميات كبيرة من القنبز المرشوش من هنا وهناك، ولكي تصدق فقد ذهبنا في رحلة إلى رأس البسيط وشاهدنا القنبز على طول الطريق، وكان من الخطأ أن نذهب في الرحلة لأن عم تبع النشرة الجوية قال بأن الطريق غير سالك بسبب تراكم القنبز، ولكننا لم نسمع النشرة لأننا كنا نتفرج على مسلسل باب الحارة. المهم يا عم مالك بالطويلة، وصلنا إلى رأس البسيط بعد عذاب شديد بسبب القنبز، فشاهدنا البحر وركضنا لنسبح فيه ولكننا لم نستطع لأنه كان كله طحينة. إيه عن جد، تعال شوف بعينك، صار البحر طحينة. وعندما عدنا إلى المنزل لم يضرب بابا الماما لأنه بصراحة تجوز عليها وصار يضرب مرته الجديدة، لذلك لا تهتم بالعادات والتقاليد البالية فلقد قضينا عليها. وإذا خرجت إلى الشارع فستجد السيارات وهي تطاحش على بعضها البعض وعلى المشاة، وعم الشرطي يوقف السيارات الصفراء فقط والسيارات المطرقعة ذات الألوان الأخرى، فلا تخف لأنه أكيد سيارتك جديدة وفخمة، وستشاهد الشوارع الزفت اللي مو مزفتة بسبب الحفريات تبع التطور، والأرصفة اللي كل سنة لون وكل شهر شكل بسبب تغييرات التطور، يعني مثل سويسرا فرد شكل بس كل يوم شكل. تعال كفاك آلاما في الغربة، نعرف أنك تتألم عندما تقبض راتبك الكبير، وتتألم عندما تشاهد الشوارع النظيفة في الغربة والشوفيري الأكابر اللي ما بيهجموا عليك مشان ترقد مرعوب، ونعرف أنك تتألم عندما يقول لك البقال Good morning sir، وعندما تدفع شركتك المصاري للطبيب عوضا عنك، وعندما تساعدك البلدية على فتح شي مشروع، وعندما يعطيك البنك قرضا مشان تنفذ أفكارك. نعرف أنك تعاني وتتألم في الغربة، فتعال يا عمي لأنك إذا لم تأتي سنأخذ صفر في التعبير. بقى بيهون عليك نرسول. هكذا حدثنا هردبش. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.